سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين، أما بعد. طيب، كنا وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: الله واحد لا شريك له. وقلنا هذه العبارة تضمنت حديثه عن وجود الله وعن وحدانية الله سبحانه وتعالى. فالوحدانية فرع عن الوجود، يعني لا نقول بوجود واحد إله واحد إلا إذا أثبتنا له أولا الوجود. فالوجود أولا نثبته، ثم بعد ذلك نقول إن هذا الموجود الإله واحد. وتحدثنا عن دليل الإمكان، وقلنا إنه أول أدلة المتكلمين على وجود الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن أقسام الحكم العقلي ثلاثة: الواجب وهو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء، والمستحيل الذي لا يقبل الوجود لذاته، والممكن الذي يقبل الوجود تارة والانتفاء تارة أخرى. هذه هي أقسام الحكم العقلي الثلاث. فالشيء إما هكذا أو هكذا أو هكذا. وقلنا إن هذا العالم ممكن وجود من قسم الممكنات، والممكن الوجود يقبل الوجود والعدم، فكفة الوجود تتساوى مع كفة العدم بالنسبة له، فلا بد إذن من وجود علة أو سبب يخرجه من العدم إلى الوجود. لا بد من وجود كفة ترجح جانب الوجود على جانب العدم. هذه الكفة المرجحة قد تكون أيضا واجبة أو ممكنة. فإذا قلنا إن هذه الكفة التي رجحت جانب الوجود ممكنة، فسيبقى السؤال قائما: من الذي رجح وجود هذه الكفة الممكنة لترجح وجود العالم؟ وإذا استمر الأمر هكذا، ممكن أوجد ممكنا، فمن الذي أوجده؟ أوجده ممكن أيضا، فمن الذي أوجده؟ أوجده ممكن أيضا، ومن الذي أوجده؟ أوجده ممكن أيضا، وهكذا يتسلسل الأمر. والتسلسل وهو اعتماد الشيء في وجوده على ممكن إلى ما لا نهاية، التسلسل في الماضي إلى ما لا نهاية من المستحيلات العقلية. لماذا هو من المستحيلات العقلية؟ لأنه يترتب عليه اجتماع نقيضين. كيف يترتب على القول بالاستحالة، استحالة التسلسل، اجتماع نقيضين؟
قلنا إن ما يتسلسل لا يتحصل. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك ستقول العالم موجود، لكنك إذا ظللت هكذا تقول أوجده ممكن، أوجده ممكن، أوجده ممكن إلى ما لا نهاية، فمعنى ذلك أنه غير موجود. وضربنا على ذلك مثالا، وهو مثال مثال العملة التي يأخذها واحد من واحد. فإذا أخذت أنا عملة مالا من رجل وقلت له من أعطاك هذا المال، سيقول أعطاه لي غيري، أعطاه لي غيري، أعطاه لي غيري، أعطاه لي غيري. إذا كان هذا إلى ما لا نهاية، فإذا هذه العملة غير موجودة. وضربنا مثالا أيضا بماتش الكرة، أنه إذا اللاعب رقم واحد انتظر أن يقول له اللاعب رقم اثنان ابدأ الماتش، واللاعب رقم اثنان انتظر اللاعب رقم ثلاثة، واللاعب رقم ثلاثة انتظر اللاعب رقم أربعة، واللاعب رقم أربعة انتظر اللاعب رقم خمسة، وهكذا إلى ما لا نهاية، فالماتش لن يبدأ أبدا. ماتش الكرة لن يبدأ أبدا. لماذا؟ لأننا ننتظر اللانهاية، واللانهاية لا تنتهي. لكننا وجدنا أن الماتش بدأ واللاعبون يلعبون، فمعنى ذلك أن هناك نقطة بداية أصدر فيها شخص قرارا ببدء الماتش حتى يبدأ. فكذلك الأمر، لا بد أن يعتمد الكون في وجوده ليس على ممكن، ولكن على نقطة بداية لم تعتمد في وجودها على غيرها. هذه النقطة التي تعتمد في وجودها على نفسها وليس على غيرها هي ما يسميه العلماء واجب الوجود. فإذا العالم ممكن، لا يمكن أن يعتمد في وجوده على ممكن، بل لا بد أن يعتمد في وجوده على واجب. فهذا أول دليل على وجود واجب الوجود سبحانه وتعالى. طيب، الدليل الثاني الذي يتحدث عنه المتكلمون هو دليل الحدوث. دليل ماذا؟ الحدوث. الحدوث هو الذي له بداية، أو الحادث هو الذي له بداية، هو الذي لم يكن ثم كان. هو الذي له ابتداء، هو الذي له تاريخ ميلاد، هذا هو الحادث. أما القديم فهو الذي لا ابتداء لوجوده. إذن عندنا الآن مفهومان، مفهوم الحادث ومفهوم القديم. الحادث هو الذي له بداية، القديم هو الذي لا بداية له. طيب، العالم الذي نعيش فيه، العلماء قالوا هذا العالم حادث،
يعني وجد في نقطة معينة يسميها علماء الفيزياء الآن البيج بانج. البيج بانج ثيوري. فإذا هذا العالم حادث. طيب إذا كان هذا العالم من الحوادث، فإذا كل حادث لا بد له من محدث، وكل حادث لا بد له من محدث. الآن أنا دخلت بيتي، وجدت أن الكمبيوتر يعمل، هذا حدث. من الذي فتح الكمبيوتر؟ وجدت النار في البوتاجاز مشتعلة، وجدت الثلاجة مفصولة، الفيشة غير موجودة، وجدت ملابسي ملقاة على الأرض. الإنسان، كل إنسان طبيعي يسأل نفسه من الذي فعل ذلك؟ فإذا كل شيء يحدث نحن تلقائيا نسأل أنفسنا من الذي أحدثه؟ إذا كل حادث لا بد له من محدث، من سبب، من علة. طيب هذا العالم الذي نعيش فيه حادث، فإذا لا بد له من محدث، وهذا المحدث لا بد أن يكون قديما. لماذا لا بد أن يكون قديما؟ لأنه لو كان حادثا لسألنا نفس السؤال، لبقي السؤال ولما وجدنا إجابة. وهكذا سنظل نسأل، ويتسلسل الأمر أيضا إلى ما لا نهاية، ثم ما يتسلسل لا يتحصل. طيب هنا نسأل سؤالا ونقول: ما المانع أن يوجد حادث بلا محدث؟ إذا نحن نقول الآن هذا العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. هل هناك مانع من القول بأن هذا العالم حادث لكن بلا محدث؟ هل يمكن أن نقول هذا؟ إذا قلت إن هذا العالم حادث بلا محدث، فهو إذن ليس حادثا، فهو إذن ليس حادثا، هو الآن قديم. الحادث بالتعريف هو الذي لم يكن ثم كان، فلا بد من البحث عن السبب الذي أخرجه من العدم إلى الوجود. فلو قلنا أن السبب الذي أوجده حادث، فهذا يعني التسلسل كما قلنا، والتسلسل من المستحيلات العقلية، فلا بد للرجوع إلى شيء يستند عليه هذا الحادث، وهذا الشيء الذي لا بد أن يستند عليه الحادث هو القديم. هذا القديم هو ما نسميه الله سبحانه وتعالى. طيب لو قلنا إن هذا العالم استند في وجوده على نفسه، يعني العالم أوجد نفسه بلا محدث، هذا يعني الدور، والدور هو اعتماد الشيء في وجوده على نفسه.
احنا كده قلنا من المستحيلات العقلية التسلسل والدور. كتبت لكم على الشات حتى تحفظوا هذا. يعني الأستاذ الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه، نعم؟ نعم، الدور هو توقف الشيء في وجوده على نفسه. توقف الشيء في وجوده على نفسه. طيب، لماذا نقول إن الدور مستحيل يا شيخ محمد؟ لماذا كان الدور مستحيلا عقليا؟ الدور من المستحيلات العقلية لأنه يترتب عليه اجتماع نقيضين. كيف؟ عندما أقول إن هذا القلم أوجد نفسه، ليس له صانع، هذا يعني أن هذا القلم وهو غير موجود كان موجودا. القلم كان غير موجود وموجود في الوقت نفسه. العالم، القلم هذا موجود لا موجود. فإذا الدور مستحيل عقلا لأنه يرجع إلى اجتماع النقيضين، فكأنني أقول هو موجود لا موجود. والقرآن أشار إلى هذا في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا، الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية تضمنت اثنين من المستحيلات العقلية. الله تعالى يقول: أم خلقوا من غير شيء، من غير سبب، من غير علة. هذا يعني أنه قد حدث رجحان بلا مرجح. حدث رجحان بلا مرجح، يعني عندي كفتين رجحت إحداهما بلا سبب. والرجحان بلا مرجح من المستحيلات العقلية. الرجحان بلا مرجح مستحيل عقلا. إذا كان نور غرفتي الآن موقدا بعد أن كان منطفئا، فما الذي رجح وجوده على عدمه، على انطفائه؟ لا بد من وجود مرجح. إذا قلت إن هذا النور انفتح من نفسه، فها الآن أنت صرت من المجانين، يعني ما يقول بهذا عاقل. فإذا أم خلقوا من غير شيء، هذا رجحان بلا مرجح. أم هم الخالقون، هذا دور، يعني أنت هل يمكن أن تكون خلقت نفسك؟ هل يمكن أن تكون خلقت نفسك؟ لا يمكن. فإذا الله عز وجل سأل في هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء؟ ولم يجب. القرآن لا يجيب. لماذا؟ لأن الإجابة واضحة، وهو أن كل إنسان عاقل
سيعلم ويقول لا يمكن أن يكون هذا الكون، أو لا يمكن أن أكون أنا وجدت بلا سبب. لذلك القرآن لا يجيب، ولكنه نبه. القرآن ينبه، لماذا؟ لأن العلم بأن كل شيء له سبب مركوز في الفطر السليمة. ثم قال أم هم الخالقون، ولم يجب أيضا. لماذا؟ لأن العلم باستحالة الدور مركوز في الفطر السليمة، فالقرآن أيضا ينبه. إذن إذا قلنا إن هذا العالم حادث ولا يمكن لهذا الحادث أن يوجده حادث وإلا تسلسل الأمر، والتسلسل مستحيل عقلا، ولا يمكن أن يكون هذا العالم أوجد نفسه لأن هذا دور، والدور أيضا مستحيل عقلا، فلم يبق لنا إلا أن يحدث هذا العالم واجب قديم لا ابتداء له. إذن دليل الحدوث هو أن هذا العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث قديم. إذن فالعالم أحدثه قديم وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل الثاني من أدلة المتكلمين. إذن الدليل الأول دليل الإمكان، وهو أن هذا العالم ممكن. الدليل الثاني دليل الحدوث. لا أريد لحضراتكم أنكم تخلطوا بين الدليلين، لأن الحدوث هذا مفهوم يختلف عن مفهوم الإمكان. فالإمكان هو قابلية الشيء للوجود والعدم لذاته، الحدوث هو الابتداء، هو وجود بداية. المفهومان مختلفان، والاثنين موجودين في هذا العالم. فالعالم ممكن وحادث، فنحن استدللنا من إمكانه على وجوب وجود قد الواجب، واستدللنا من حدوثه على وجود القديم الذي لا بداية له سبحانه وتعالى. طيب الدليل الثالث من أدلة المتكلمين على وجود الله سبحانه وتعالى، والحقيقة يعني هذه ليست أدلة المتكلمين، لأن يعني هي أدلة القرآن كما رأيتم. الأدلة العقلية، هذه الأدلة مأخوذة من القرآن. بطلان الدور، بطلان التسلسل، القرآن أشار إلى الكثير من القوانين العقلية التي استخدمها المتكلمون بعد ذلك. المتكلمون فقط صاغوا هذه المفاهيم القرآنية في صياغات عقلية بحيث يستطيعون بها مخاطبة من لا يؤمن بالقرآن. فجمع المتكلمون بين دليل العقل ودليل النقل. طيب الدليل الثالث من الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى دليل يسمونه دليل الإبداع والإتقان، وهذا الدليل أيضا يسميه الإمام الماتريدي في تفسيره دليل اتصال المنافع، ويسميه الغربيون المحدثون المسيحيون الذين ما زالوا يؤمنون بالمسيحية وبوجود إله وكذا رغم بطلان عقائدهم، لكن
أنتم تعرفون أن الموجة الإلحادية في الغرب قوية جدا، أمام هذه الموجة الإلحادية يوجد تيار كنسي في الغرب يستدل بهذا الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى. الغربيون المحدثون يسمون هذا الدليل دليل التصميم الذكي. التصميم الذكي. إذن عندنا الآن ثلاثة أسماء لمسمى واحد: الإبداع، اتصال، المنافع، التصميم الذكي. ودليل التصميم الذكي أو دليل اتصال المنافع من أسهل الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على وجود الله. يعني كثير من الناس قد يستصعب دليل الإتقان، دليل الإمكان، ويستصعب دليل الحدوث، لأن هذه مفاهيم تحتاج إلى قدر من التجريد العقلي، فالكثير من الناس يصعب عليه. فدليل الإتقان والإبداع أو دليل التصميم الذكي من أسهل الأدلة التي يفهمها عموم الناس، والقرآن استخدم هذا الدليل. عندما يتحدث القرآن عن إبداع خلق الله سبحانه وتعالى للجبال وإنزال الماء وإحياء الأرض به وخلق الإنسان والنجوم والكواكب والشموس والأقمار، هذه الآيات التي يسميها العلماء آيات الخلق والطبيعة، هذه الآيات التي يستخدمها القرآن كثيرا هي آيات دالة على وجود الله سبحانه وتعالى. في فيلم وثائقي في غاية اللطف والجمال اسمه The Science. Science يعني العلامات. هذا الفيلم يمكن أن نراه مع أولادنا في البيت، يمكن أن نراه مع أي إنسان نرى أنه يعني متشكك في وجود الله، ممكن أن يراه الناس لتقوية إيمانهم. هو الفيلم بيتكلم كله عن دليل التصميم الذكي. أنا هبحث لحضراتكم عن هذا الفيلم وأضعه لكم على المجموعة إن شاء الله. فإذا هذا الدليل قلنا يسميه الإمام الماتريدي في تفسيره دليل اتصال المنافع، وهذا الدليل مبني على فكرة الإحكام الموجود في هذا العالم. إذا كان هناك نظام وإحكام فهناك منظم، إذا اتصلت منافع السماء بمنافع الأرض فإذا هناك من ربط بين السماء والأرض. يعني هذا الماء الذي ينزل من السماء ينزل على هذه الأرض فيحدث فيها شيئا، ثم هذه الأرض التي يوضع فيها النبات فيتفاعل هذا النبات بطريقة ما مع الأرض فينبت الزرع. هذه السلسلة من الحوادث كلها تدل على وجود يد خفية نظمت ورتبت وأحكمت وأتقنت وأبدعت هذه الأمور. هذا الجنين الذي يوجد أو الذي يولد في بطن من بطن أمه، ثم يولد هذا الجنين وهو كيان منفصل عن أمه، يجد ما يغذيه عندما يولد، فكل ما يحتاجه هذا الجنين، هذا الطفل، هذا المولود من غذاء أوجده الله سبحانه وتعالى في صدر أمه. فإذا من الذي علم احتياج هذا الطفل؟ ومن الذي أوجد عند الأم كل ما يحتاجه هذا الطفل؟ فكل العناصر الغذائية
التي يحتاجها هذا الطفل موجودة خلقها الله في حليب أو في لبن الأم. هذا يدل على وجود رابط منظم. أيضا الذكر والأنثى والعلاقة التي تكون بينهما، هذا أيضا يدل على أن الذكر خلق للأنثى والأنثى خلقت للذكر، فما عند الرجل يصلح للأنثى وما عند الأنثى تصلح للذكر. إذن هناك رابط، هناك منظم. الجهاز العصبي في الإنسان يا إخواننا، لو بحثنا عن كيفية عمل الجهاز العصبي، الجهاز العصبي في جسم الإنسان لتعجبنا كثيرا. يعني أنا الآن حتى أحرك أصابعي هذه، هذه الحركة يعني حتى تصدر عني يتفاعل فيها ملايين الخلايا داخل الجسم، ملايين الخلايا العصبية داخل الجسم، حتى يصدر الأمر من دماغي إلى بقية أعضاء جسدي إلى كامل الخلايا الموجودة لأفعل هذه الحركة، وكلها يتزامن في شكل غريب بحيث إذا تخلفت خلية منها عن التفاعل لا أستطيع أبداً أن أحرك أصابعي بهذا الشكل. أيضاً أريدكم أن تبحثوا، هناك فيديوهات كثيرة أيضاً على سأضع لكم بعضها إن شاء الله عن الإعجاز في الجهاز العصبي في الإنسان. لذلك أنا كان في بعض زملائنا بيدرس، هو طبيب في بيدرس في أوروبا الدكتوراه، فبيقول كنت أتحدث مع أستاذي ومشرفي في يوم من الأيام، فجاء الحديث عن الجهاز العصبي وعن التفاعلات الكثيرة التي تتناغم في جسم الإنسان حتى يتحرك الإنسان حركة واحدة بسيطة. يعني حتى أتحدث، حتى أنظر، حتى أحرك يدي، كل هذه تحتاج إلى آلاف العمليات داخل جسم الإنسان وإلى آلاف الخلايا الحية. يقول إن هذا الأستاذ وهو غير مسلم يقول السؤال الصحيح هو لماذا ليس أن نقول لماذا نموت، بل السؤال الصحيح أن نقول كيف نحن أحياء. يعني كثير من الناس يقول لماذا نموت، وكأن حياة الإنسان هي الأصل. لا، السؤال الصحيح هو كيف نحن أحياء، لأن كل دقيقة بتمر على الإنسان في ملايين الاحتمالات إنه يموت. فالإعجاز ليس في أن يموت الإنسان بعد أن كان حيا، أو أن يخلق الإنسان بعد أن كان في العدم. لا، الإعجاز أيضا في شيء آخر وهو استمرار الحياة. فاستمرار الحياة إعجاز. لماذا؟ لأنه في كل لحظة يوجد في جسم الإنسان ما يدعوه إلى الفناء. إذا لم يتناغم في جسم الإنسان ملايين الخلايا، الإنسان يموت في لحظة. لذلك القرآن يعلمنا أن من أسماء الله سبحانه وتعالى اسم الله القيوم. والقيوم يعني القائم على شؤون خلقه، القائم على شؤون خلقه. فإذا الله عز وجل يقوم على شأن السماوات والأرض، الله تعالى يقوم على شأن الإنسان. ولو نزع الله عز وجل قيوميته عنا لرجعنا إلى العدم في لحظة. الله عز وجل يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا
ولئن زالتا إن أمسكهما من شيء من بعده. فإذا دليل الإبداع والنظام الذي يندرج تحته الكثير من الأدلة، تحدث عن الكون، تحدث عن البحار وعجائبها، تحدث عن خلق الإنسان وجهازه العصبي والهضمي ونظام الوعي واللاوعي في الإنسان، كل هذا يرجع إلى دليل واحد اسمه دليل الإبداع والنظام، الذي يمكن أن نذكر فيه آلاف الأدلة. الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى لا يقبل أبداً أن توجد طائرة بلا صانع، أو أن يوجد كمبيوتر بلا صانع، لكنه يقبل أن يكون هناك طائر عصفور في السماء بلا صانع، يقبل، في تناقض عجيب. الملحد يرفض أن يكون هذا الكون بصانع أو له صانع، وفي نفس الوقت إذا قلت له إن ملايين الحروف تجمعت وصنعت قصيدة محكمة البناء والنظام وحدها بلا ناظم بلا مبدع، لا يقبل هذا. كان بعضهم يشبه وجود الكون بلا خالق بقطع من الحديد تركناها لملايين السنين ثم تجمعت وصنعت سيارة رولز رويس مثلا، أو صنعت طائرة محكمة البناء. هذا الكلام طبعا لا يقبله العقل السليم. الخلاصة إن دليل الإبداع في الكون، في خلق الكون، في خلق الإنسان، هو أكثر الأدلة التي يمكن أن نراها حولنا وفي أنفسنا، وهو أسهل الأدلة للاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، وهو أكثر الأدلة التي استخدمها الأنبياء عليهم السلام. يعني الأنبياء لم يشيروا، أو يعني لم يتحدثوا كما تحدث المتكلمون في دليل الإمكان، أو لم يتحدثوا بدليل الحدوث، وإن أشاروا إليها أيضا، يعني توجد إشارات على هذا. لكن أكثر الأدلة استخداما من قبل الأنبياء عليهم السلام هو دليل الإبداع والنظام في هذا الكون. سيدنا إبراهيم عليه السلام مثلا استدل بهذا الدليل، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يلفت نظرهم إلى أن الإله لا يغيب ولا يتغير، في حين أن تغير الكون وانتظام هذا التغير ووجود الشمس والقمر والأفلاك وكذا وكذا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. طيب، الآن بعد سرد هذه الأدلة الثلاثة يأتي السؤال المنطقي الذي يسأله كثير من الناس، وهو سيقول لك: نعم، أنا الآن بعد هذه الأدلة أقر لك بوجود الله سبحانه وتعالى، أقر لك بوجود الواجب، أقر لك بوجود القديم، أقر لك بوجود المبدع. طيب، السؤال الآن: من الذي أوجد هذا القديم؟ من الذي أوجد هذا الواجب؟ من الذي أوجد هذا المبدع؟ من الذي أبدع المبدع؟ الحقيقة السؤال هذا يبدو منطقيا، لكن السؤال أيضا بالتفكير فيه قليلا يبدو أنه سؤال غير ذي معنى، سؤال غير منطقي، يحتوي على تناقض منطقي. كيف يحتوي هذا السؤال على تناقض منطقي؟
وهل يمكن أن يكون هناك سؤال غلط؟ نعم، يمكن أن يكون هناك سؤال غلط، سؤال لا يسأل. كيف؟ الآن هذا الموبايل، هذا الموبايل إذا سألني شخص وقال لي يا شيخ هذا الموبايل حي أو ميت، أقول له سؤالك غلط. الحياة والموت من صفات الحيوان وليس من صفات الجماد. فالموبايل لا يقال له حي ولا ميت، بحيث إذا قلت لك الموبايل لا حي ولا ميت لا تقول لي هذا اجتماع نقيضين، أنت رفعت النقيضين. لا، ارتفاع النقيضين يكون مستحيلا، هذه قاعدة أيضا، إذا رفعناهما عما يصح أن يوصف بهما. لكن إذا رفعت النقيضين، إذا رفعت النقيضين عما لا يصح أن يوصف بواحد من النقيضين فليس تناقضا وليس أمرا عجيبا. فلذلك فكذلك نقول السؤال عن خالق لله، السؤال عن موجد لله سؤال غلط. لماذا؟ لماذا هو سؤال غلط يحتوي على تناقض؟ فالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فعندما تقول من خلق الخالق فقد أخرجت كلمة الخالق عن حقيقتها، فالخالق بالتعريف لا يكون مخلوقا. ولا يصح أن نقيس أنفسنا على الله سبحانه وتعالى، لا نقيس الغائب على الشاهد. نعم، في الشاهد، في العالم هذا لا يوجد خلق بلا خالق، إيجاد بلا موجد، مصنوع بلا صانع، أثر بلا مؤثر. نعم، لكن في الغائب، في شأن مولانا سبحانه وتعالى، السؤال هذا غير ذي معنى. وكان بعض الناس يقول إن هذا السؤال يشبه قولك من خبز الخباز. تعرفون الخباز؟ نعم نعم نعم. يعني الآن هذا الخباز يصنع الخبز، يصنع ماذا؟ الخبز. طيب، كأنك عندما نظرت إلى الخبز ظننت أن كل شيء لا بد أن يخبز، فقلت من خبز الخباز، أو كأنك قلت من نجر النجار، أو كأنك قلت من حدد الحداد. فإذا وجدت نجارا يعمل في الخشب تظن أيضا أن هذا النجار لابد من وجود من نجره، من صنعه من الخشب كذلك. هذا قياس باطل. فإذا الله سبحانه وتعالى خالق بلا موجد، لأنه إذا كان خالقا فلا يصح أن يكون مخلوقا. الخالق بالتعريف هو الذي خلق دون أن يخلق. الخالق بالتعريف لا يكون مخلوقا. والتفكر في هذه القضية الحقيقة فوق نطاق العقل البشري، فوق نطاق العقل البشري، لأن العقل البشري محدود بثلاث حاجات. يعني كل ما يفكر فيه العقل البشري يضعه في صندوق، هذا الصندوق فيه السببية والزمان والمكان، ثلاث حاجات. يعني تحدث عن أي شيء في الوجود ستجد أن عقلك البشري يضع هذا الشيء في إطار من السببية ومن الزمان ومن المكان. الله سبحانه وتعالى خارج عن قانون السببية وعن الزمان وعن المكان، فلذلك حتى يساعدنا الشرع على تجاوز هذه القضية و على عدم الغوص في هذه القضية،
أمرنا الشرع بعدم التفكر في الله، وقال تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا. لماذا؟ لأنك لن تستطيع أن تضع المحيط في كوب من الماء. هذا العقل ككوب الماء محدود بالسببية والزمان والمكان. إذا قلت لك أي شيء، إذا قلت لك أي كلمة، أنت تضعها في زمان في مكان، ولو زمان ومكان متخيل. الله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان، خارج عن المكان، خارج عن السببية. طيب، هذا ما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نتحدث عن الوحدانية. احنا قلنا ان عبارة الامام الطحاوي عليه رحمة الله التي قال فيها الله واحد لا شريك له تضمنت الامرين، الوجود والوحدانية. الوحدانية، لماذا نقول إن خالق هذا العالم، إن موجد هذا العالم لابد أن يكون واحدا؟ يعني الآن قد يأتيك الشخص ويقول خلاص أنا اقتنعت بوجود الله سبحانه وتعالى، وأن هذا العالم لابد أن يكون له هو حادث، لابد أن يكون له محدث، ممكن لابد أن يكون مستندا على الواجب، فيه إبداع وإتقان، لا بد أن يكون يعني يوجد هناك من أبدعه وأتقنه. لكن لماذا لا يكون هذا المبدع عددا؟ يعني هناك مثلا إله للرياح، إله للمطر، إله للموت، إله للحياة، إله للنور، إله للظلام، وهكذا وهكذا، إله للأرض، إله للسماء، إله للشمس، إله هكذا. وبعض الأمم القديمة كانت تعتقد ذلك. اليونانيون القدامى والمصريون القدامى والكثير من الأمم يعني التي يعني وصلنا تراثهم اعتقدوا بتعدد الآلهة. عندما نقرأ في الأساطير اليونانية مثلا، سنجد أن الآلهة عند هؤلاء اليونان عبارة عن مجموعة كبيرة، وكل إله مختص في الكون بعمل شيء معين. أيضا عند المصريين القدماء، عندما تقرؤون في تاريخ الفراعنة، تجدون أيضا أن هناك آلهة متعددة، إله للعدالة، إله للرياح، إله للمطر، إله للإنجاب، وهكذا. طيب، الآن نحن نقول إن الإله لابد أن يكون واحدا، والوحدانية مما يدرك بالعقل عند الماتريدية. يعني الماتريدية يرون أن العقل قبل ورود الشرع يمكنه أن يدرك وحده، قبل أن يعرف النبي يمكنه أن يدرك وحده وجود الله ووحدانية الله سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لا عذر لأحد في الجهل بخالقه، لا عذر لأحد في الجهل بخالقه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه ما من إنسان إلا ويستطيع أن يعرف بعقله المجرد، حتى وإن لم يسمع عن الأديان كافة لابد أن يعرف بعقله المجرد أن الله موجود وواحد. لذلك رتب الماتريدية على هذا القول
بعدم نجاة من مات كافرا، بعدم نجاة أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر. مسألة الوحدانية يستدل العلماء عليها بدليل أو بأدلة أشار إليها القرآن العظيم في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا الدليل يسميه العلماء دليل التمانع. نبدأ بهذا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.